السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم مجددا في قناة تجاربي. اليوم إن شاء الله عندي واحد الحريشة عملت لي أنا الجبن من الوسط. أنتم ما يمكن لكم تعملوا فيها أي حاجة، تعملوا فيها ديك الشوكولات اللي كنعملوا في ديك خواصان طريفات، تعملوا فيها الزيتون تقطعوا طريفات وتعملوا اي حاجه تعمروها تعمروا بها هاد الحريشات، كيجيو لذاد وخفاف وسريعين التحضير. دغيا كنحضروهم. عندنا السميده ربع كيلو سميده د الحرشه، عندنا خميره د الحلوى شي معلقه صغيره، خميره د الخبز عاود معلقه صغيره، 50 غرام ديال الطحين بالنخاله، هو النخالة ديالو، نص كاس صغير ديال الزيت، ربع لتر ديال الحليب، والجبن انا عمرتها بالجبن نتوما والملاح، نتوما عمروها باش ما بغيتو، اعملوا فيها اللي بغيتو. الخميرة عي شويه ماشي بزاف، معلقه صغيره دايره، معلقه صغيره الخميرة. عندنا ديك الخميرة الحمراء نعملو نص تقريبا 4 ديال الغرامات، نشبرو هاد واحد البول هاد زلافة او لا اي قشعة، نعملو هاد السميدة، نعملو ديك الطحين عندنا ديال النخالة 50 غرام في ربع كيلو ديال السميدة، الزيت كاع شي 4 د المعلقات كبار، الملح ضروري من الملح، كنخلطو كنحاولو ندخلو فيها هاديك الزيت ضروري، ماشي غير نلحقو نبداو نعجنو بالحليب، لا نبقاو ندخلو بيدينا حتى كنحسو كاع ديك ديك الحبيبات ديال السميده كاملين تقاصو بهاد الزيت. اللي بغى يعمل الزبده يعملها، نعمل زيت زيتون هكا، كنبقاو نعملو هاد الحركه هادي حتى كلشي كي كاع السميده كتهادي تولي مزيته، كنقولو كنبسبسو. من بعد كنزيد الخميره د الحلوى معلقه صغيره، خميره د الخبز بلا ما نعملها مع الحليب وعملتها ديريكت، والملح كنعمل الحليب دافي بحال اللي كنعجنوا الخبز، كان هادي وكنخلطوها غير بيدينا، ما كنعجنوش كنخلطوها هكذا وصافي بحال هكذا هكذا، ونخليوها حاولوا عيب رؤوس الاصابع تخلطوها ما تعجنوش، عيب بحال اللي كتخلطوا صافي حتى تخلط مع داك الشيء ديك لي زانغريديون ديك المكونات الاخرى. ها هي شوفوا القوام ديالها كيبقى خفيف، كنسخنوا المقله يا بعدا كنغطيوها ونخليوها بحال هكذا، نغطيوها ونخليوها في واحد هذا ونسخنوا المقله ديالنا، راه الجهد اللي تشرب ديك الحليب ماشي عاد تخمر ولا شي حاجه، ما كاملاش 10 دقائق كتشرب ديك الحليب صافي، كتبقى هكا خفيفه، خليوها هكا خفيفه حيت ما حدا كتزيد وهي كتشرب ديك الحليب، حنا كنعرفوا السميده دغيا كتشرب. وكنشبروا السميده ديالنا، كنعملوا كويورات كندخلوا فيهم ديك الجبن كما قلت لكم، بغيتو تعملوا الشوكولاط بغيتو تعملوا الزيتون مقطع طريفات نتوما واشنو بغيتو، انا كنعمل فيها مره مره الشوكولاط داك اللي كنعملو في الكرواسون طريفات هذاك كنعملو، ومني كتطيب كيدوب في هذاك الشوكولاط كتعجب الاطفال الصغار وكتعجب حتى الكبار. اي بشويه كتدخلوا ديك، انا الجبن خرجته مباشره من الثلاجه وعملته قاصح شويش وكنعملوها كنقلبوها، ها هي كتجي لذيذه وخفيفه وكثر من هذا الشيء سريعه حتى لاخر لحظه وتعملوها
تجي عاد تلقى ميت تاد تلقى متاي وعاد تبدا تعدل فيها ضغية. هي كنبقاو نقلبو نقلبو حتى كتحمر من جوج جوايه. دغيا كتحمر هاد القياس اللي عملت 4 كيلو عطاني 6 هاد الحريشات. صافي والحريشات ديالنا موجودين. انا ما عنديش الدور عملتها غير بيديا. اللي عنده الدور كتجي مقاده بحال كذا اللي كتبع في المحلابات كتجي مقاده. انا ما عنديش عملتها غير بيدي وزربت فيها زعما ما عطيتهاش شي وقت باش نبقى نعدل. ونهاد هذيك الدور كيعطيها منظر. وكنتمنى هاد الحريشات يعجبوكم وتجربوهم راهم ساهلين وكثر من هاد الشيء لذاذ وخفاف. ها هما. شكرا وإلى اللقاء مع وصفة جديدة.